يا في حد دافع عن الرئيس مبارك قدي؟ يا عنده 100,000 خطأ. تصريح اهو، 100,000 خطأ. فيش بني آدم ما بيغلطش، ومفيش بني آدم كامل. احنا نعشق تأليه الناس، نموت كده ونقله الناس. اوعى الشعراوي تتكلم عليه. يا عم اهدى يا عم. الشعراوي عند ناس كتير خط احمر يا ستي، خط احمر، خط اصفر، خط ازرق. هو ليس بالنبي محمد، بس ده اللي خط شوية احمر. انت من شويه كان بالنسبه لك خطوط من خطوطك الحمراء الامام احمد الطيب. ثانيه واحده فن. ثانيه واحده فن. اولا الامام احمد الطيب ده شيخ الازهر الشريف مثلا. طبعا ده منصب. طبعا ده الامام الاكبر اسمه طبعًا. كده طبعا طبعا. معاك قلبا وقالبا، فلا مقارنة له مع اي شيخ تاني، حتى وان كان شعبيته اكتر زي الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي انا احبه، وضد طبعا اغلط فيه ولا حاجه، بس ضد تأليهه. مين له قال ما له مين قال وعليهم له؟ مين قال له الشعراوي يا فندم؟ شوفي ايه اللي حصل لما قالوا هنعملوا امسيه وطلع ناس كمان الكونتر بقى نشتم في الشيخ الشعراوي زي ما حصل من ابراهيم عيسى. هنروح للبرامج الدينيه دلوقتي. وصل بقى ان معلش بقى ثانيه. طيب واحدة. معلش. واحد يقول لك اصل مش عارف مين حل الاكل الحمير ومين حل الاكل الكلاب ومين طب ما تيجي نشوي شويه عرس كده ونحط فيها رحشاه شويه رز وناكل. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اتكلم على لحم الحمير؟ ايه ده؟ مين اتكلم عنه؟ خالد الجندي. الشيخ خالد الجندي وتامر امين. ده اللي قريناه. ما يصحش، احنا مصريين. انا عندي حاجة اسمها غيرة على بلدي، غيرة على الفقير حتى في بلدي. عيب عيب تقول لي كل لحم حمير وازقز رجلين فراخ. ليه تامر امين عمل كده؟ يا سلام، الفراخ دي عليها بقى الزلموكة دي بقى في بتاع ايه ده الكلام؟ ايه الكلام الفاضي اللي بيجرى ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي بيحصل ده؟ مفيش واحد يقول عيب. احنا مصر، الشعب المصري هتاكلوه حمير وكلاب ونهوهو؟ ليه قال كده؟ معرفش. I don't know. طب خالد الجندي ليه يقول كده؟ معرفش. مصر يا نهار اسود، مصر ده مش عامل كده. بيقولوا كده من دماغهم، بيطلعوا يقولوا الكلام ده من دماغهم. يعني ازاي يعني واحد زي خالد الجندي، انت بقالك كتير على الساحه وبقالك كتير انت بتقدم برامج، انت هتاكل لحم حمير يا شيخ خالد يا جندي؟ هتاكل ديل كلب مسلوق مثلا؟ واحنا ما احناش عارفين كده. اطلع كل الحمار على الهوا، ما تقوليش انا اكل حمير. انا ما شفتوش، انا قريت الاخبار. اقسم بالله لو قصادي قيل هذا الكلام لا يبقى فيها محاكمتي. كل حمار ولسان بقى الفار وايه ده؟ شوف الكلام ده استفزك ازاي؟ يبقى استفز كام مصري اتفرج عليه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اتفرجي على المصريين. المصريين دول شموخ، كبرياء، عظمة. وعمرنا ما كنا بنتعامل بالفلوس ولا بنتكلم بالفلوس. طول الوقت كان في فقر، وطول الوقت كان في الفقير وفي الغني، وطول الوقت في أزمات، وطول الوقت في مشاكل. مش هيجي أنيل من نكسة 67 يعني واللي اتحكى عنها، ومش هيجي أسخم من الأيام اللي شفناها في 2011 وأيام أزمة الأمن المركزي. أنت ما كنتيش بقى توعي على الكلام ده. هو كتير بتحصل حاجات، لكن ما توصلش ان يطلع في التلفزيون تخلي عيل من دولة تانية يقعد يتريق عليا انا كمصري، ولا يتريق على جنسيتي ويقول لي روح كل كلب ولا كل حمار ولا كل. انت ما انتش فاهم انت بتعمل ايه؟ انت ما انتش اهل انك تطلع في التلفزيون. انت عارف يعني انت بتقول ايه؟ وكم مليون واحد بيشوفك؟ انت عارف المصري اللي قاعد دلوقتي في الكويت ولا قاعد في قطر ولا قاعد في اي دولة عربية بيشتغل، اصحابه ممكن يتريقوا عليه يقولوا ايه؟ زمايله يعني اللي من سوريا ولا اللي من البحرين ولا ازاي تقول كلام زي ده يعني؟ على الاقل لو حد اتخانق معاه يقول له روحوا انتوا بتاكلوا دلوقتي اكل حمير. لا ممكن لو لقى كلب يقول له شهولك يعني كده بقى. وفي اطار الهزار انت ازاي تهنا كده؟ لازم يتحاكموا على الكلام ده من وجهه نظرك؟ انا عن نفسي لو كان الامر بيدي لا احاكمهم.
وايه حكمك؟ هتديهم ايه الحكم؟ ياكلوا الكلاب والحمام.